ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما هي أسباب قسوة القلوب وكيف يتخلص المسلم منها؟ هذا القلب القطعة الصغيرة في جسم الإنسان المضغة عضو عجيب يتقلب يلين ويقسو، يصح ويمرض، يسلم ويتلوث. والمؤمن مطلوب منه أن يزكي قلبه، وقد كانت لي محاضرة قبل أسبوعين في أمارة دبي عن تزكية القلوب، وتزكية القلوب هي طريق السلامة من قسوة القلوب، ولكني أشير إلى سبب ينتشر الآن كثيراً وسبب القسوة في القلوب والجفاء بين الناس، ألا وهو الإغراق في وسائل الإعلام المعاصر. فتجد أن كثيرا من الناس أصبحت حياتهم مرتبطة ارتباطا كليا بهذه الأجهزة، وهذا سبب للقلوب قسوة وللناس انقطاعا، حتى أصبح الناس يجلسون في المجلس الواحد كل منهم منشغل عن الآخر. ولذلك من النصائح القيمة في هذا الباب أن الإنسان يخصص وقتا للاطلاع على ما في هذه الأجهزة من خير ويجتنب الشر، لا سيما أن وجدنا أن أكثر ما فيها نشر فتنة ويقسي القلوب، إشاعات على ولاة الأمر وكذب عليهم، والأخطاء تسمى خطايا، ودعوة إلى شرور مما يجعل القلوب تقسو. فالنصيحة أن نخفف منها ما استطعنا، ومن ذلك أن تخصص لها وقتا في يومك. أيضا ما عرفته بالشر ابتعد عنه، ومن عرفته بالشر تخلص منه. ثم بقية اليوم أعرض عنها واشتغل بما يصلح قلبك ويسبب لك رقة القلب. من الأمور المهمة جدا في هذا الباب أن تكثر من قراءة القرآن، وهو موضوع درسنا الليلة، وهو حلاوة القرآن، فإن حلاوة القرآن في القلب تلين القلب وتذهب قسوته. وأنا أحيل الإخوة لأن الموضوع طويل إلى محاضرة تزكية القلوب، وهي مسجلة وموجودة، وكما قلت ألقيتها في إمارة دبي قبل أسبوعين من الآن. نعم.